وفي إطار الأسبوع الذي نخصصه للتشغيل، نتوقف اليوم بعض المهن التي ترتبط بالإنترنت، سوق واعد. أما لماذا فلنا أن نقف عند هذا المعطى؟ مثلا ترى مليون مغربي ضمن المنخرطين شبكة العنكبوتية، تطور سريع يعكسه رغبة أسرع في الحصول على فرص عمل في هذا المجال. مهدي سبحانه هذا الروبورتاج، وفي المتابعة برتان. جميع المقاعد محجوزة، لا غرابة، فسوق الشغل تضمن مناصب وافرة لمهن العصر، التكنولوجيات الحديثة. هنا بمعهد التكوين المهني هذا 1000 طالب يتابعون دراستهم في مسالك المعلوميات، ضمنهم أنس مستور، شاب مولع بتطبيقات الانترنت. أنا مقبل كنت باغي ندير بروغراماسيون ويب، ديرو دي سيت ويب تو، يعني كيعجبني اي حاجه ديال الاي تي. كنت كنخدم في دارنا، كنصايب دي بيتي بروغرام، وكنت ديجا باغي ندير دي سوسيتي، نصايب دي زابليكاسيون. لوبجيكتيف سي دو فورمي دي تكنيسيان. الهدف هو تكوين تقنيين متخصصين قادرين على تطبيق الكترونيه متجدده وعبر استعمال التكنولوجيات الحديثه. ثم هناك تكوين في مجال تطبيقات خاصه بالمقاولات. مقاولات تستعين بخبرة هؤلاء الشباب لخلق مواقع إلكترونية. قائد الفرقة ليس سوى حمزة أبو الفتح، 26 سنة، آمن بمشروعه الخاص مستعينا بثقته في الإنترنت بالمغرب. أعتقد أنه في السنوات الثلاث القادمة ستحدث الانطلاقة الحقيقية للإنترنت في ظل تنامي اهتمام الشباب بهذا المجال، بل منهم من يتبنى مشروعه الخاص كالتجارة عبر الانترنت، الاستجارة القانونية والخدمات عبر الانترنت. إذن هناك فرص عديدة. سرعة مضاعفة للخبرات البشرية، لكن التسويق لا زال بطيئا. الكفاءة التقنية موجودة في السوق المغربية، في المقابل ما ينقص هو كفاءات متخصصة في تسويق خدمات الانترنت. في هذا الصدد الكفاءات يمكن أن نقول أنها قليلة. بالأرقام، نصف سكان المغرب يبحرون في الشبكة العنكبوتية، رقم ضخم يغري بالاستثمار في المجال، خاصة وأن القطاع لا زال دهشة البداية.